بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة حبايبي هنعمل تشيكن كاشو. التشيكن كاشو المكونات بتاعته: كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح رفيعة، وانا رش عليها ملح وفلفل اسود وسبتها لما تتصفى من ميتها كلها. وعندي الكاجو، بولة فيها كاجو وبولة فيها ذرة حلوة، ومعلقة جنزبيل مبشور، عندي جزر أصفر ربع كيلو، عندي فلفلاية خضرة كبيرة وفلفلاية حراقة، وعندي بصل أخضر وكزبرة خضرة، وعندي طبعا الزيت، وعندي الصوصات بتاعت التشيكن كاجو اللي هي سويت شيري وسويت صور وفلفل اسود وملح. مش هنحط المكونات اكتر من كده. تعالوا دلوقتي عشان تشوفونا واحنا بنحضر، ومعلقه كبيره سكر او معلقتين سكر عشان هنكرمله، عشان هنعمل بيها الاكل. اتفرجوا بقى معايا احنا بنعمل ايه. حطيت معلقتين سكر يتكرملوا كده، السكر الكرمل، بقوم ضايفة عليه شوية زيت 3 معالق زيت كده، بقوم حاطة الثوم، حاطة معلقة الثوم الصغيرة، بحيث هتطلع هنحط الكريمة. الفراخ تتشوح مع التومة مع الكرملة بتاعت السكر، هتبقى دلوقتي معانا حلوة. دلوقتي قلبنا الفراخ وشوحناها في الثوم وشوية المعلقتين الثلاثة دي مع السكر المكرمل، هتشوحت معانا اهي، هتشرب ميتها دلوقتي وهتشوفوا لونها، هتلاقوه جميل جدا. دلوقتي احنا بصوا هي دخلت خلاص على انها شربت ميتها خالص، وهتاخد اللون الذهب اللي انا عايزاه اهو اهو، هتتحمر خلاص عشان نضيف عليها بقيه المكونات. انا بنشفها عشان تبقى ايه متحمره كده وشكلها حلو. هضيف بقى معلقة اهي فلفل اسود، نص معلقة، نص ملح، احط الجنجبيل، احط بصلاية صغيرة متقطعة مكعبات كبيرة، بحط الجزر، الجزر ده اللي بحطه، احطله الفلفل واقلب، واوطي عليها اضيف الصوصات. ادي الصوصات، ادي 1 2 3 4 5
سته. فأدي الصوص التاني. أدي واحد، اثنين، ثلاثة. هو في صوص حراق وفي صوص بارد، أنا حطيت من الحراق كتير، البارد بحط بس منه 3 معالق، ما بزودش عشان ما تبقاش عاملة زي المطبوخة، زي ما تكوني طبخاها. لا دي ما بتبقاش زي الفراخ، دي ما بتبقاش زي المطبوخة بالظبط يعني. لا هزود معلقة عشان الكمية عندي كبيرة كده. حطينا 4 معالق قدام 6 معالق، انا عندي حبة هزودهم حوالي معلقة تاني. اخر حاجة في الازازة مش هسيبهم عليها. وبصلتين خضر مع الكزبرة الخضراء وبالعروش بتاعتهم، قطع العروش زي ما انت شايفة كده. بصي واخده العروش كمان بتاعت البصل، والبصل اهو بصلتين خضر. الاكل ده الصيني وليه مذاق معين، بيبقى طعمه حلو قوي يعني. هجيب الفلفل عشان كله يستوي في بعضه، وهجيب الكزبرة والبصل الاخضر مع بعضيهم، وهضيف الدور. علينا الفريز عشان كلها تتشكشك في بعضيها. الكاجو بيتحط اخر حاجه ساعه التقديم. ما تكتريش تقليب فيها عشان الفراخ تبقى سليمه، ما تتهويش منك في قلب الصوصات يعني. انا قلبت تقليب اهو، واستنى عليها لما تشرب من الصوص بتاعها ده. ادي الكمين لما خلص، الصوص الكاجو لما خلص بيمشي خالص من الصوصات بتاعته وكده على الغرب. انا هحطه وهقطع كبير يعني، عندي الطبقة الغرب معرفتش ما عندكيش، انا بحط الفوق عشان لما عوزه الاقيه على الاكل على التسخين. انا بحضر الحرق في العلبة وبشيله في التلاجة لما عاوزه الاقيه. ممكن تعمليه برضو وتشيليه في البوكس وتحطيه في الفريزر وقت ما تعوزيه تطلعيه فوق، تعملي جنب منه شوية رز. خلصت الموضوع. عايزة تحطي كاجو براحتك، مش عايزة تحطي كاجو برضو بتاعتك اهو. شيكو كاجو هو ده الأكل السين، بس صدقني طعمه حلو. اتفضلي اهو بابلي هنوش. احط طبق تشيكن كاجو بالهنا والشفا.